أمازيغ ليبيا يطالبون في أول مؤتمر علني لهم بإدراج لغتهم ضمن الدستور الجديد للبلاد. طلب أمازيغ ليبيا بوضع لغتهم في دستور ليبيا الجديد، لافتين إلى ضرورة العمل على الاعتراف الرسمي بتعدد اللغة داخل البلاد. وقال أحد المسؤولين في اللجنة المنظمة للمؤتمر السادس للأمازيغ والأول الذي يعقد في ليبيا، قال إن المطالب تتركز على احترام جميع الهويات الثقافية وحق جميع الأشخاص في الحياة الثقافية التي يختارونها. ويقطن أغلب الأمازيغ الليبيين في مناطق جبل نفوسة وزوارة وقدامس، إضافة إلى الطوارق وأواجلة الذين يتكلمون العربية إضافة إلى الأمازيغية. معنا الآن من طرابلس الناشط الأمازيغي هشام أحمادي. سيد هشام، قد يسأل بعض، هل الوقت مناسب لإثارة هذا الموضوع في وقت حتى لم تتشكل فيه الحكومة الانتقالية بعد؟ أيوة تسمع فيها؟ أسمع فيك، تفضل. أنا نرى بأن الوقت للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية مناسب جدا، لأن نحن في طور إنشاء أو إعداد دستور ليبيا الجديد، فكان وقته مناسب جدا للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية. وكان شعار المؤتمر الوطني ترسيم اللغة الأمازيغية هو دعما للوحدة الوطنية، وذلك حتى لا يحس المواطن الليبي الناطق بالأمازيغية بالغبن من في حالة تهميشه وعدم اعتراف به رسميا في الدستور الليبي. يعني في الوقت اللي الجميع يتابع ما يحدث فيه في ليبيا، ويعني هناك نوع من عدم الاستقرار سياسيا ميدانيا، لماذا يعتبر أو تعتبر هذه النقطة من الأولويات من وجهة نظرك؟ هذه النقطة تعتبر من الأولويات، لأن اللغة الرسمية أو المطالبة باللغة الرسمية في ليبيا هو ليس مطلبا وقتي أو مطلبا يعني، فالمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية نطالب به حتى قبل اندلاع ثورة 17 فبراير. وكما نعلم أن الليبيين ناطقين بالأمازيغية قد قدموا الشهداء وقاموا بواجبهم كأكمل وجه مع أخواتهم الليبيين الناطقين بالعربية. فعندما قاموا بواجبهم في الدفاع عن حرية الليبيين والدفاع عن حرية الليبيين وإسقاط النظام الدكتاتوري، قاموا بأكمل وجه بواجبهم بالكامل. فلذلك يجب اعترافهم بحقهم بالكامل، يعني إن الواجب يتم بالكامل، فلا يجوز الإنقاص من الحق. طيب، فلذلك كيف سيد هشام، كيف تعتقد ان يعني وضعكم سيختلف بعد الثوره عما كان عليه في وقت القذافي، وايضا كيف يختلف وضع الامازيغ في ليبيا عنه باقي الدول المغرب العربي؟ طبعا هذا المؤتمر هو احدى ثمرات ثوره 17 فبراير، وهذا المؤتمر بما انه هو حدث تاريخي، فالليبيين الناطقين بالامازيغيه لم يجتمعوا في المؤتمر الوطني ممكن مئات السنين، لذلك فان هذا المؤتمر اكبر دليل على اللحمه الوطنيه ووحده جميع الليبيين. هذه اشارات لظهور دولة ليبيا الديمقراطية المدنية الحديثة. فلذلك نحن مطالبتنا بترسيم اللغة الأمازيغية هو مطلب حقوقي ديمقراطي، ولا يقاس بالدول المجاورة في شمال أفريقيا، لأن الحكومات في شمال أفريقيا حكومات دكتاتورية هي التي قامت باضطهاد الأمازيغ الناطقين بالأمازيغية على طيلة الفترات السابقة. فالضعف الذي يوجد في اللغة الأمازيغية في ليبيا هو مبرراته بسبب اضطهاد الحكومات والبروتاريات التي حكمت شمال أفريقيا في السابق. فهذا الضعف ليس ضعف في اللغة، يعني هي قضية لغة فقط، أم لديكم مطالب سياسية، مطالب من نوع آخر؟
القضية هي اللغة فقط، هي المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية وإظهار الثقافة الأمازيغية في ليبيا، ولا توجد هناك أي أبعاد أو أي خواطر بتقسيم ليبيا أو الادعاء كما يدعي البعض بأن الأمازيغ يريدون دولة أو حتى فيدرالية. فهذا الموضوع لا يوجد، هذا المشروع لا يوجد على جميع الأمازيغ في ليبيا بل جميع الأمازيغ في شمال أفريقيا. لا توجد أي أجندة أو أي خواطر بتقسيم ليبيا، فليبيا وحدة وطنية، ليبيا وحدة، كلنا من أجل ليبيا. فعندما قام الليبيين الناطقين باللغة الأمازيغ بتقديم أنفسهم وأرواحهم من أجل ليبيا وليس من أجل تقسيمها، فهذه المطالب. والوضع في ليبيا يختلف عن أي دولة أخرى تقاس بذلك. فلذلك وضعنا في ليبيا نحن مع الوحدة الوطنية في ليبيا. شكرا جزيلا هشام حمادي الناشط الأمازيغي، كنت معنا من تراب.